حياكم الله أعزائي المشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، نبدأها بأهم عناوين الصحف. في صحيفة المدى نائب يطلب مساءلة حكومة عبد المهدي عن إهدار المال العام. في الزمان اتهام الطيور بالتهام مئات الأطنان من الحنطة. أما في عربي 21 تركيا تزود غزة بعشرين ألف شريحة فحص مخبري لكورونا. العرب اللندنية بري ينحاز إلى حزب الله في الحمدة المتبادلة مع العونيين. في القدس العربي العراق هيئة النزاهة تحقق باختفاء حنطة أو حنطة بمئات الأطنان من مخازن النجاح. في العربي الجديد نتائج أولية مبشرة لعقار ريمديسيفير الأمريكي لعلاج كورونا. وفي الشرق الأوسط الولايات المتحدة أكثر من 1200 وفاة بكورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. أسدل الستار عن الأزمة السياسية في العراق التي استمرت أكثر من 7 أشهر بالإعلان عن تشكيل الحكومة، وجاء التشكيل الوزاري ضمن موافقات بين أحزاب السلطة والقوى السياسية المتنفذة وبالتأثيرات من أدوات الضغط الدولي والإقليمي، واتسمت كسابقاتها من الحكومات المتعاقبة أنها لم تكتمل في صيغتها النهائية بعدم الموافقة على عدد من الوزراء بسبب صراع الإيرادات وانعدام التوافق الحزبي وتغليب المصالح الفئوية للعديد من الأحزاب المشاركة في العملية السياسية. عن التحديات التي تواجه الكاظمي كتب إياد العناز في صحيفة البصائر العراقية. جاء التشكيل الوزاري والبلاد تعيش أزمات سياسية واقتصادية وأمنية وصحية، ورئيس الحكومة الجديد يدرك حقيقة هذه الأوضاع، أي يدرك أنه أمام العديد من الوقائع التي عليه مواجهتها والتعامل معها، ومنها الأزمة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والتضخم الاقتصادي وزيادة العجز المالي واتساع فسحة الفساد الاقتصادي، ويعلم أنه سيعاني من الاختلافات الجوهرية في كيفية التعامل مع الميليشيات المسلحة المرتبطة بالنظام الإيراني والتي لا زالت تحمله النتائج التي حدثت في واقعة مطار بغداد، ويرى طبيعة التعامل مع مفهوم السيادة والحفاظ على علاقة متوازنة مع واشنطن وطهران ما يحقق المصالح المشتركة، ولكن هل لديه من المعطيات والأدوات التي يمكن له أن يستخدمها في تحقيق الرؤية القادمة في التعامل مع ملف التواجد الأمريكي، وهي حقيقة تدركها الإدارة الأمريكية التي سارعت بالترحيب بالتشكيل الوزاري عبر الاتصال الهاتفي الذي أجراه مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يوم 7 أيار عام 2020، مؤكدا دعم بلاده لاستمرار التعاون بين البلدين، ومنها تمديد العمل بالاستثناء الممنوح للحكومة العراقية في استيراد الطاقة الكهربائية من طهران مدة 120 يوما. يضيف الكاتب: مهما كان الدعم الدولي والإقليمي للحكومة الجديدة فلا بد لها من أدوات سياسية وهيئات قانونية ومشاريع تنموية وبرامج اقتصادية وسياسية خارجية متوازنة برؤية وطنية مستقلة لكي تستطيع مواجهة جميع الأزمات التي يعاني منها المجتمع العراقي وتتحملها جميع الحكومات السابقة. لماذا تترنح الدولة العراقية في أودية الفشل والضياع؟ وأين الخلل؟ ومن المسؤول عن هذا التشرذم في غالبية المجالات؟ ماذا أو ما يجري يأخذ بألباب الحكماء ويذهل العقلاء ويحير العلماء ويضيع الدهماء أو عامة الناس؟ هل يعقل أن العراق ليس فيه شخصية واحدة يمكنها أن تعدل المركب وتلملم شتات البلد وتنقذه من الغرق؟ هل يعقل أن كل ما يقال في المحطات التلفزيونية ووسائل الإعلام المتنوعة من المقالات والدراسات والتحليلات هي مجرد صرخات في أودية سحيقة
مهلكة لا أثر لها على الأرض، وأن السياسيين يتجاهلونها كأنهم في برج عاجي لا يهمهم ما يدور حولهم. مقال للكاتب جاسم الشمري في موقع عربي 21. بلاد بلا حكومة واضحة المعالم ومرفوضة من ساحات التظاهر، وخزينة الدولة في طريقها للإفلاس، لأن 95% من وارداتها تعتمد على سوق النفط المتدهور، وفيروس كورونا يتنامى في كل ساعة ولا أحد يعلم حجمه، وفوضى سياسية عارمة، ومخاوف من اقتطاعات كبيرة لرواتب الموظفين، أو ما أسمته الحكومة الادخار الإجباري باقتطاع 35% من مخصصات الموظفين على أمل إعادتها في حال تحسنت أسعار النفط. واقع مليء بمشاكل عميقة ومتداخلة وبلا حلول جذرية، وحكومة حائرة وتتجاهل غالبية تلك المشاكل الكبيرة. إن الوقوف على جوهر مشكلة العراق وتفهمها بعمق وموضوعية وتمحيصها تمحيصا ذهنيا وطنيا أصيلا يمكن أن نستلم منه روح الاندفاع، وتلمس بعض الضوء الذي يستنير به الوطن للوصول إلى ذلك النور المليء بالرحمة والتكاتف والعدالة والازدهار والإنصاف. المفاهيم العميقة والحلول العملية لا يمكن قطف ثمارها بين ليلة وضحاها، وهي تحتاج إلى تطوير الخطاب الوطني والإعلامي والديني والمجتمعي للنهوض بالإنسان ليقف على قدميه في وجه الذين سرقوه باسم الدين والوطن والنضال ضد الدكتاتورية. الأداة الوحيدة، يقول الكاتب، لردم الانفصام بين الشعب والدولة العراقية هي السعي لبناء منظومة الدولة العادلة، وهذه بدورها تقود لمرحلة بناء الإنسان، وهي المرحلة الأهم، ودون هذه الخطوات لا يمكن لأي قوة أن تنجح في قيادة البلاد حتى ولو بالقبضة الحديدية. هل سينجو ترامب هذه المرة من كورونا ومما جره عليه وعلى فرصه الانتخابية من كوارث مثل ما نجا سابقا من مآزق سابقة أقل حجما دبرها له خصومه الديمقراطيون لعزله ولم يتمكنوا؟ وماذا عن العراق والموقف الأمريكي إذا سقط ترامب في الانتخابات؟ مقال للكاتب جاسم الشمري في صحيفة العرب اللندنية. فمن الحقائق التي يصعب إنكارها أن الجالس في البيت الأبيض الأمريكي أيا كان ومن أي حزب وملة كان يملك القدرة على صنع جزء كبير من هناء البشرية أو شقائها، والعراقيون منهم، بل أكثرهم عرضة للإصابة بما يرسله من خطايا أو عطايا، خصوصا منذ غزو أمريكا لبلادهم قبل 17 سنة، ولهم الحق، فمن سوء حظهم أن تقع بلادهم بين عدوين مزمنين في ثياب جارين صديقين يتربص كل منهما بهم من قديم الزمان. وساكن البيت الأبيض شئنا أم أبينا هو الأكثر مقدرة على ردعهما أو إعانتهما عليه، ورغم أنهم متأكدون أن الرئيس ترامب لا يعادي النظام الإيراني من أجلهم وحبا بسواد عيونهم ولا عشقا للعدالة وهياما بالحق والحرية والسلام، إلا أنهم يعرفون أن صراعه مع خصومه الديمقراطيين جعل موقفه من إيران ومعارضته لوجودها العدواني في العراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين سلاحه السياسي الانتخابي الشخصي الأشد فتكا وأذى وإحراجا لمنافسيه الذين عرفوا على طول سنوات حكم المدعو باراك أوباما بميولهم الإيرانية اللئيمة التي ما زال العراقيون يدفعون ثمنا باهظا حتى يومنا هذا وسيظلون يدفعونه في قادم الأيام. وعلى الرغم أن بايدن الذي أطلق عليه ترامب لقب الرجل النائم، وعلى الرغم من الدخان الأسود الذي يحيط بسلوكه الشخصي السابق وملف والده هانتر
وعلاقته مع أوكرانيا، بالإضافة إلى أن بايدن نفسه نقل إلى المستشفى أكثر من مرة بسبب تمدد في شرايينه الدموية، إلا أن كورونا قد يفعل فعله وقد يجيء به رئيسا، وقد يرى العراقيون في عهده الجديد ما رأوه في عهده القديم. كلما تحدث سوري عن سقوط النظام ذات يوم يرد عليه عشرات السوريين بالسخرية والتهكم، ويقولون لو بدها تشتي كانت غيمت، أي أن السوريين لطالما حلموا بإسقاط النظام منذ بداية الثورة، لكن أحلامهم كانت دائما أضغاث أحلام برأي المستعجلين في التخلص من بشار الأسد وزمرته. لكنه غاب عن بال الساخرين أن ضباع العالم لا يسقطون الأنظمة بكبسة زر، بل يطبخون مشاريعهم ومخططاتهم على نار هادئة خدمة لمصالحهم، كما فعل الأمريكان في العراق، مقال للكاتب فيصل القاسم في صحيفة العرب الجديدة. حتى جماعة الأسد يتحدثون في جلساتهم الخاصة أن السيناريو العراقي انتقل إلى سوريا منذ سنوات، وأن ما حدث للعراق سيحدث لسوريا عاجلا أم آجلا، لكن على مراحل وحسب المخطط المرسوم. تعالوا نتذكر الآن كيف بدأ المخطط في العراق وكيف انتهى. وعاش العراق بعد غزو الكويت حوالي 13 عاما من العذاب والتنكيل المنظم على أيدي الأمريكيين وحلفائهم، وظل صدام حسين حاكما كل ذلك الوقت، بينما كان الشعب العراقي يموت من الجوع والفقر والفاقة، وقد كان بإمكان أمريكا أن تسقطه في أي لحظة لو أرادت، بعد أن فقد السيطرة على مناطق كثيرة وصار محصورا في بغداد. لكن ساعة الصفر لم تحن إلا عام 2003، عندما غزت أمريكا العراق وأسقطت النظام، ثم لاحق صدام نفسه وألقت القبض عليه، ثم حاكمته وأعدمته بواسطة عملائها العراقيين التابعين لحليفها الإيراني. ألم يكن بإمكان أمريكا وإسرائيل إسقاط النظام السوري على مدى 9 سنوات الماضية، بعد أن فقد السيطرة في أوقات معينة على 80% من الأراضي السورية، وبعد أن وصل الثوار إلى مشارف القصر الجمهوري؟ ما أشبه قانون قيصر الأمريكي بخصوص سوريا بالقوانين الأمريكية التي سنتها واشنطن لخنق العراقي وحصاره وتجويع شعبه والتنكيل به، ثم الانقضاض عليه عندما أصبح يتمنى الموت ولا يجده؟ ولا تنسوا الكاتب الأمريكي الشهير أو الكتاب الأمريكي الشهير بعنوان التنكيل بالعراق للكاتب جيف سيمونز، ولا ندري إذا كان هذا الكاتب أو غيره سيؤلف لاحقا كتابا مشابها بعنوان التنكيل بسوريا، بعد أن يكون قانون قيصر قد أخذ مجراه وفعل أفاعيله بسوريا والسوريين. ما كان لاتفاق أوسلو عام 1993 ورسالة الاعتراف المتبادل أن يصلا بالحالة الفلسطينية إلى ما وصلت إليه اليوم لولا تكرار ذات المقدمات، أملاً بنتائج مختلفة. ففي سياسة التقييد الذاتي مقابل انفلات احتلالي، أضاعت منظمة التحرير الفلسطينية إعلان الدولة بانتهاء المرحلة الانتقالية في عام 1999 و1000، واستنزفت الطاقات بعيداً عن التأسيس للدولة، مقال للكاتب ناصر السهلي في صحيفة العرب الجديد. في النتيجة ولعلها الأشد ألما وكارثية، تتحول الحالة الثورية لحركة التحرر إلى الخجل والتبرؤ منها لمصلحة بنية السلطوية منقسمة منذ عام 2007، وبتغييب المؤسسات أو استحضارها كرنفاليا ضربت هوامش مفسدة السلطة بعض الفصائل لمصلحة منصب سلطوي أو موازنة. مع تراجع تدفيع الاحتلال وعربدة مستوطنيه في الضفة الغربية الثمن للجم انتشاره كالسرطان منذ عام 1994 و1000، أوهام كثيرة حلت في النداءات للمجتمع الدولي، والتهديد المتتالي بالتحلل من تنسيق أمني واتفاقات مكبلة. فالواقع يتطلب بعض الشفافية، خطابا وبرامج.
بدل الارتجالية المتفاقمة منذ رحيل الزعيم ياسر عرفات الذي دفع حياته ثمن اكتشافه مبكرا للأوهام من تل الزعتر إلى حصار بيروت والمقاطعة برام الله، مع المسكوت عنه اليوم في فجور الأسرلة الرسمية العربية وإشهار جردة حساب مالي على قاعدة فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وأمام استخفاف البعض بالقوة الذاتية بالتركيز على النداءات غير المعطوفة على مقاومة جدية وإنهاء الانقسام المدمر والطبطبة على ما جر إليه الوضع منذ عقدين، يعمل على مزيد من إلزام الفلسطينيين بصفقة ترامب معدلة، وهو ما يتوضح في مساعي الكرملين أخيرا لجمع الطرف الفلسطيني بالأمريكي والإسرائيلي بعد إعلان الرئيس محمود عباس التحلل من التقييد الذاتي. باختصار يقول الكاتب، من دون استعادة حركة التحرر الوطني لدورها سيبقى الغضب الموسمي هو نفسه، وبارتجالية تأخذ بالحالة الفلسطينية نحو مزيد من تضييع الجهد والوقت. زادت غارات كيان الاحتلال الإسرائيلي على الأهداف الإيرانية في سوريا في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وقد امتدت هذه الأهداف من حلب في الشمال إلى الحدود العراقية في الجنوب والشرق على مسافة حوالي 310 أميال. هل ستستمر الغارات الإسرائيلية في سوريا؟ جاء ذلك في مقال بصحيفة ذهل القريبة من الكونغرس. يثير الكاتب سيث فرانتومان سؤالا مهما بالنسبة للعديد من المحللين الأمريكيين، هل حققت هذه الغارات أي نتيجة؟ القرار الإسرائيلي باستخدام الغارات الجوية بدأ في عام 2015 حينما قامت غارة إسرائيلية باغتيال القيادي في حزب الله جهاد مغنية، ولكن كيان الاحتلال نفذ على الأقل 100 غارة قبل عام 2017. وكان هناك بيانات واضحة من تل أبيب أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتهديدها من سوريا، وأنها لن تسمح لطهران بترسيخ قواتها في البلد الذي مزقته الحرب. إيران من جهتها وصلت تسليح حزب الله في لبنان من سوريا، واستمرت في نقل الطائرات بدون طيار والصواريخ والميليشيات إلى سوريا. وكما يضيف الكاتب، شعرت إسرائيل بتهديد مباشر من الصواريخ الإيرانية الموجهة بدقة، وحاولت كيان الاحتلال إقناع روسيا المتحالفة مع النظام السوري بإبعاد إيران عن حدود الكيان في الشمال، ولكن إيران لم تبتعد لفترة طويلة، وبحلول عام 2019 قالت إسرائيل إنها نفذت 1000 غارة جوية. ولكن هل أسفرت هذه الحملة عن نتائج؟ الإسرائيليون قالوا إن الحرب الجوية قد أدت بالفعل إلى تخفيض في عدد القوات الإيرانية في سوريا، في حين قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري إن واشنطن لم ترى أي التزام إيراني استراتيجي بعدم محاولة استخدام سوريا كمنصة إطلاق ثانية للأسلحة بعيدة المدى ضد الكيان الإسرائيلي. النظام الإيراني لا يملك دفاعات جوية على الغارات، وروسيا تراقب، والنظام السوري لا يرغب بحرب أكبر. ولكن هذا يعني أنه بعد سنوات من الغارات الجوية فإن الوضع سيستمر كما هو بشكل طبيعي. يضيف الكاتب، وقد تبدو الأمور مستقرة عند هذا الحد، ولكن الكاتب يحذر هنا من أنه لا يمكن التعامل مع الوضع كأمر مسلم به، إذ أن الغارات الإسرائيلية ضد إيران في سوريا لن تمر دون تداعيات أو تصعيد إلى الأبد. ففي نهاية المطاف قد يؤدي أو تؤدي إدارة أمريكية جديدة أو ضغط من روسيا أو أصوات أكثر تطرفا في إيران إلى رد فعل كبير. ولاحظ الكاتب أنه من النادر أن تتاح فرصة للقيام بضربات جوية دون نشوب صراع كبير كما يحدث الآن، ولكن الرغبة في الانتقام لن تتوقف.
بدل الغلاء وتراجع القدرة الشرائية الأنماط الاستهلاكية للسوريين وحول ما كان من الضروريات اليومية إلى كماليات وأمنيات. فبعد أن استغنى سوريون عن البروتين الحيواني اللحوم بسبب ارتفاع الأسعار، تناسوا الحلوى وحتى فواكه وخضر من إنتاج بلادهم في مناسبة عيد الفطر. أما ألبسة العيد فيكاد شراؤها أن يكون حلماً. يقول سمير، وهو موظف سوري فئة أولى للعربي الجديد، إنه يستطيع براتبه شراء حلوى من النوع المتوسط أو أن يشتري بنطالا من النخب الثاني. فسعر كيلو الحلوى نوع أول أساور الست أو آسية يبلغ في دمشق اليوم نحو 40,000 ليرة، في حين وصل سعر بنطال الجينز نحو 140,000 ليرة، ولا يزيد متوسط الرواتب والأجور عن 50,000 ليرة سورية. ويلفت المواطن السوري إلى أن الفقر الذي يعيشه السوريون يرى ولا يمكن وصفه عبر الكلام. فاللحوم باتت أمنية بعد أن وصل سعر كيلو لحم الخروف إلى أكثر من 11,000 ليرة، وسعر الحذاء إلى أكثر من 30,000 ليرة سورية، ونسبة الفقر في سوريا وصلت إلى أكثر من 90%. وتشهد الأسواق السورية ارتفاعاً قياسياً في أسعار السلع والمنتجات، خاصة بعد التراجع الكبير في سعر الليرة السورية التي خسرت ثلث قيمتها خلال العام الجاري، وتعدى سعر الدولار 1,650 ليرة سورية. كان الله في عون الشعب السوري وشعوب الأمة العربية والإسلامية. وإلى رسومات الكاريكاتير. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. إلى لقاء في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.